واحد بيقول هل في قصة زواج شمشون في تمنة نتعلم ان الغاية تبرر الواسطة ويباركها ربنا؟ لا طبعا، الناس بتوع العهد القديم لهم مستوى معين ما نقدرش نقلده. ما تجيش تقول لي لما بطرس الرسول يخاف ويقول لست اعرف الرجل، انك انت تعمل كده وتتشبه بالقديسين. ما كانش قديس ساعتها. او لما ابراهيم خاف وقال عن سارة انها اخته، ما تجيش انت تتشبه بيه. العهد القديم كان ليه مستويات معينة في الروحيات تقدرش تقلده.